نظم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اعتصاما اليوم أمام مبنى الأمم المتحدة في منطقة الشميساني تنديدا بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. ورفع المعتصمون العلمين الأردني والفلسطيني تجسيدا للترابط والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، كما رفعوا لافتات تندد بالجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. واختتم الاعتصام بتسليم مذكرة لممثل الأمم المتحدة في عمان. تعبير عن نبض الشارع الأردني ورأي الشارع الأردني حيال ما يجري الآن داخل الأراضي الفلسطينية من اعتداءات همجية وإعدام للشباب الفلسطيني، وفي ظل صمت دولي ومباركة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها للكيان الصهيوني على الجرائم التي يرتكبها.